يا أهلين وسهلين فيكم بقناتي قناة ساشا. رجعت لكم يا ألطف متابعين بقصة جديدة، يا رب تستمتعوا. بس قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وحابة أشكركم على دعمكم المستمر لقناتي، ومرة شكرا على حبكم لي وعلى كومنتاتكم اللطيفة. يلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ قصتنا. يقول صاحب القصة: قصتي صارت قبل سنتين أيام كورونا، وقت ما قفل الدول وعملوا حظر كامل. أنا تعرفت على بنت وحبيتها، وهي حبتني وتعلقت فيني، وبعد 3 شهور رحت خطبتها وهي بعمر 17 سنة، وأبوها وافق وقال لي البنت لك، بس أصر إننا ننتظر 10 شهور ألين ما البنت تصير بعمر 18 وتخلص الثانوي، وبحكم إنه أبوها يعيش في دولة تانية ويجي يزورهم كل كم شهر، فاقترحت إننا نسوي حفلة خطوبة، بس لأنه وقت الأب ضيق ولأنه مضطر يسافر قال أصبر يا ولدي، وإن شاء الله في زيارتي القادمة نتمم الأمور ويكون أفضل إن شاء الله. وبكذا ما صارت لنا فرصة نعمل خطوبة رسمية. أنا وافقت مع العلم بإني مقتدر وكنت مستعد أسوي الزواج وأبغى أتمم الموضوع رسمي في ذاك الوقت، بحكم إن العلاقة بيني وبين البنت قوية والرغبة موجودة من الطرفين، لكن احترمت رغبة أبوها ووافقت على اقتراحه. وبعد سفر أبوها تطورت العلاقة بيني وبين البنت وتقربنا من بعض أكثر، بحكم إننا كنا نقضي أغلب وقت الفراغ مع بعض، وتدريجيا بدت مشاعرنا تلعب فينا إلين صرنا نسوي العلاقة الزوجية بشكل مستمر. للأمانة أنا كنت أرفض في البداية لأني جاد في العلاقة ولأني أبغى أرتبط فيها، وقاومت لفترة، لكن كانت رغبتها تأثر فيني وتقول أنا واثقة فيك ثقة تامة إنك ما راح تتركني وإننا راح نتزوج أكيد. واستمر هذا الوضع سنة كاملة، وصارت ظروف وما خلت أبوها يقدر يجي للزيارة لأن الدول كلها قفلت وما في أحد حيسافر، وبحكم إنه أهلها ما يعرفون طبيعة العلاقة بيني وبين البنت استمروا برغبتهم إننا ما نسوي شيء رسمي في غياب أبوها، رغم إن البنت حاولت تقنعهم إنهم يتمموا الخطوبة مع نهاية السنة الدراسية، بس أصروا على إننا نصبر. بعد فترة صار لي موقف، أرسلت لي صديقة قديمة رسالة تسأل عن حالي وتطلب مني استشارة في موضوع، وما صار بيني وبينها أي تواصل من 10 سنوات، وما تعيش بنفس الدولة اللي أعيش فيها. في ذيك اللحظة كان جوالي بيد حبيبتي ولاحظت اسم البنت وسألتني عنها، وقلت لها السالفة إنها مجرد صديقة وما بيننا أي تواصل من سنوات طويلة، بس هي مضافة كصديقة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقلت لها أنا أحبك أنت وما أهتم بأي بنت غيرك، وطلبت مني إني أحذفها من وسائل التواصل وقلت لها إن شاء الله. وفي اليوم اللي بعده تواصلت مع الصديقة عشان تسألني عن الموضوع اللي كانت طلبت الاستشارة عشانه، وأنا كنت مع حبيبتي وكانت ماسكة جوالي، وصار نفس الموقف، جاتني رسالة من صديقتي وشافت حبيبتي التنبيه، تضايقت مرة لأني ما حذفتها، فقمت وشرحت لها إنه موضوعها سؤال بسيط وعلمتها إنه إذا وجودها مرة يزعجها لهذه الدرجة خلاص راح أحذفها على طول، وفعلا حذفتها قدامها لأن حقيقي هي ما تهمني، وكنت ناوي أحذفها من الأساس وما أتواصل معها لأني ملتزم مع بنت أحبها وأنوي أتزوجها. المهم بعدها ب6 أيام تقابلنا في بيتها، كانت أمها عزمتني على الغداء، وبيومها عرضت علي إني أرجع لبيتهم بالمساء لأنه رح يكون فاضي، وجيت وكانت مسويت لي جو رومانسي ومجهزة نفسها، شكلها ما نست موقف البنت وكانت تبي تثبت وجودها. تاني يوم كنا في مطعم وكانت ماسكة جوالي توريني مقطع فيديو في الإنستجرام، ولاحظت إنه عندي حساب تاني، سألتني إيش ده، فقلت لها إنه مجرد حساب وهمي أستخدمه بس للمشاهدة، وشافت بعينها إني ما أنزل فيه شيء ولا أحد يتابعني فيه. أنا كنت مسوي بهذا الحساب شوية لايكات على بعض الصور لعارضات أو بنات، ولما شافت اللايكات على الصور عصبت مرة وانفعلت وبدت تبكي وتقول إنها ما تبي تستمر بهذه العلاقة وإنها ما عادت تثق فيني، واتهمتني إني كذاب وإني ما أحبها ومو مكتفي فيها، وقالت أنت ما تكتفي ببنت واحدة وأكيد رح تخونني عاجلا أو آجلا، وإنه ما في أي مبرر إني أحط لايكات لذي الصور، وهذا الشيء كان مهين لها. وفتحت موضوع صديقتي اللي من أسبوع اللي حذفتها قدام عينها، أنا طلبت منها أنها تهدأ وقلت لها هذا موضوع تافه وما يستاهل أنه يكون سبب لخلاف بيننا، وأنا رح ألغي هذا الحساب من أساسه لأني أصلا ما أحتاجه، بس هي أصرت على رغبتها بالانفصال، وجادلتها لأن الموضوع مو منطقي أو عقلاني بالنسبة لي، وبعد جدال طويل وصلتها لبيتها وتركتها هذاك اليوم عشان تهدأ.
اتصلت علي اليوم اللي بعده عشان تقول لي إنها متمسكة برغبتها بالانفصال، بس تبغانا نبقى أصدقاء. فعلا ما كان الموضوع منطقي زي ما قلت لكم، وعصبت منها وانفعلت وما وافقت على كلامه. قلت لها أنا متفهم إنه الموقف كان مزعج لك، بس أنا ما سويت شيء غلط في حقك وكنت دايم مخلص لك، وهي لسه مصرة على الانفصال. فذكرتها باللي صار بيننا إنه شيء مو سهل، بس هي ما اهتمت وقالت الله يغفر لي إن شاء الله. فقلت لها أنا ما أشوف إنه هذا سبب وجيه للانفصال، وأنا أحتاج وقت لنفسي وإنتي كمان تحتاج لبعض الوقت. وهنا أنهينا المكالمة. كانت ترسل لي تطمن علي كل 4 أو 5 أيام، وكنت أحيانا أرسل لها، بس أنا مرة زعلان وغضبان من برودة بالموقف، لأنه قبلها بيوم كنت عندها في البيت والأمور قربت تنحل وأبوها رح يجي قريب، فكان عندي رفض لتقبل الفكرة. لما تكلمنا المرة اللي بعدها قلت لها شوفي أنا ماني مصدق إنك مستسهل الموضوع بهذا الشكل، بس إذا أنت فعلا شايفة إنه سعادتك ما راح تكون معاي فأنا أحترم رغبتك وما راح أجبرك على شيء وأتمنى لك الخير، مع إنه لو أبغى أضرها كنت أقدر أعطي خبر لأهلها وأحطهم بالصورة عن اللي بيننا، بس أنا مو من طبع الأذية، وين راح تكون صورتي قدامهم وقتها؟ عموما قلت الزمن رح يحل الموضوع. الموضوع صار له 3 أسابيع بس، وتركتها 7 أسابيع وما تواصلت معي ولا مرة، لغاية ما بالصدفة قابلت أمها بالسوق وبعد السلام سألتها عن البنت وتكلمنا بالموضوع، وقالت إن شاء الله خير. هي عرفت بالموضوع وتوافقني الرأي إنه مو سبب منطقي، وقالت إنها رح تحاول تتكلم معها. البنت أحس إنها لانت وحنت لي، بس هي متأثرة بكلام صديقاتها لأنه اللي صار إنها راحت أخذت استشارتهم بمواضيعنا الخاصة، وأنا كنت متحفظ حتى أحكي لأهلي أو أحكي مع أهلها لأني أقدس خصوصية علاقتنا، وجالس أحاول أحافظ على سريتها وأبغى نحل الموضوع بيننا بالهدوء والتفاهم، بس اكتشفت إني كنت غلطان إني تركت كل هذا الوقت يمر. عموما كلام أمها شجعني ورحت أرسلت لها باقة ورد مع الشوكولاتة المفضل اللي عندها، وحطيت معاها رسالة شرحت فيها إني ما كنت أقصد أزعلها وهذا مجرد سوء تفاهم، وإنه هذه الأمور والخلافات تصير بين أي 2 ومو لازم يوقفوا عندها، لكن أنا أحترم قرارها. أحس إني غلط برسالتي لأني جرمت نفسي بشيء مو جريمة ولا خطأ، بس الصياغة كانت عكس هذا الشيء. اتصلت فيني بعد يومين وشكرتني على اللي أرسلته وقالت أنت قلت إنك رح تحترم قراري وأنا ما زلت عند قراري، وقالت إنها ما عاد حست بأي مشاعر تجاهي ونست الموضوع كليا وعايشة حياتها، وإنه في شخص هي معجبة فيه وحطته ببالها، وحسستني إني جالس أركض وراها. تفاجأت وصدمني واستفزني كلامها وحسيت أسلوبها فيه وقاحة، بس جزء مني ما صدق فسألتها مين هذا الشخص. رفضت تقول لي عليه، قالت ما أبغى أقول لك عشان ما تخرب علي، بس أنت تعرفه. أنا هنا استفزني كلامها بزيادة وقلت لها أنت ما تستاهليني أساسا، ولا تفكري إني أركض وراك لو ما صار لقائي مع أمك ما كنت كلمتك أبدا. وسألتها بعدين أنت ما يهمك شرفك، افرضي لو أهلك عرفوا باللي صار بيننا إيش راح يكون موقفك؟ قامت سألتني كيف ممكن يعرفوا، قلت لها افرضي إني أنا حكيت لهم كل شيء، صارت تبكي وتقول أنت إنسان شرير وتبغى تخرب حياتي وما عاد أبي أتكلم معاك بحياتي، وصارت تجرح بالكلام. قلت لها اهدئي، اللي يحب ما يآذي اللي يحبه، وأنا مو من طبعي أآذي عدوي عشان أآذي الشخص اللي أحبه. فهدأت وطلبت مني أمسح كل صورها وصورنا مع بعض لأنه في صور وفيديوهات خاصة لنا مع بعض، قلت لها أنا أبغاكي أنت اللي تمسحيهم بيدك. إحنا ما تقابلنا من وقت الموقف اللي صار، واتفقنا نتقابل بعدها بأسبوع بالمول، لكن صار إغلاق عام بعدها بيومين، وهي رافضة نتقابل بالسيارة لوحدنا، بس استمرينا بالتواصل، كانت شبه يومي ترسل لي على الأقل وتحكيني عن يومها أو تتصل ونتكلم شوي مكالمة فيديو بآخر اليوم لمدة 2 أسبوع، وأنا قلت رح أترك الموضوع يمشي بهدوء، لكن فجأة ما صارت تكلمني، أرسل لها رسالة ما ترد، وذي أول مرة تتجاهل رسالة مني تركتها 5 أيام بعدها كان عيد ميلادي، أرسلت تهنئة كلمتين برسالة وما كلفت نفسها تتصل، مع العلم إنه بأعياد ميلادها كنت أسوي لها حفلة طويلة عريضة وما أقصر عليها بهدايا، وتعاملي معها ماديا كأنها زوجتي ومو بس خطيبتي، لكن هذا الموضوع مو مهم، المشاعر ما تنشري بالفلوس. أنا ما رديت على التهنئة بنفس اليوم وخليتها لثاني يوم، شافت الرد وما ردت وتركتها 2 أسبوع، بعدين اتصلت فيها ما ردت فأرسلت لها رسالة سألتها عن أخبارها وإذا في شيء مضايقها، قالت ما في شيء كله تمام، سألتها عن سبب الهدوء والتجاهل قالت ما عندي رغبة أتكلم معاك.
وإنها كانت تتكلم معي من فترة لأنها مو حابة تجرح مشاعري، بس هي ما تحس بأي شيء تجاهي. قالت لي هالكلام من دون مناسبة. طبعا استفزني الكلام، بس أنا بطبيعتي أضبط أعصابي. أنا عمري 29 سنة، مو أول مرة أدخل بعلاقة، ودائما لما أنفصل عن شخص أحاول كل جهدي أحافظ على الود وما أجرح أو أكسر قلب البنت. بس هذه أول مرة أتعمق مع إنسان لهالدرجة وأطلبها للزواج، وبحياتي ما سمحت لبنت أو لأي إنسان يتكلم معي بهالطريقة. بذي اللحظة أتمكن مني الشيطان وعصبت وسبيتها وطلعت كل اللي بداخلي، وقلت لها أنا قرفت منك وخلاص، طلعتي من نفسي، ما عاد عندي رغبة فيكي، لو ما بقي غيرك من جنس حواء على وجه الأرض ما عاد أبغاكي، وطالما مو هامك شرفك حطي ببالك إني راح أقول لأهلك باللي صار بيننا عشان يعرفوا يربوكي. وتركتها واتصلت بأمها عشان أقول لها كل شيء، لكن قدر الله وما ردت وأنا هديت. بعد كم ساعة رجعت الأم اتصلت وأنا ما رديت عليها، ضميري قال لي إنه هذا التصرف خطأ، بس وقاحتها بتخليني أقول إنها تستاهل. على العموم أنا قررت إني ما أتسرع وما أتكلمت إلى الآن بأي شيء. مر أسبوع على القصة، أنا ما عدت حسيت بمشاعر حب تجاهها زي قبل، وبصراحة أحس إنها ما كانت تستاهل كل هذا الاهتمام مني من البداية، لأنها ما قدرت العشرة بعلاقتنا اللي دامت سنتين، وفوقها أتكلمت بأسلوب وقح. أوقات تجيني فكرة إني لازم أعلم أهلها، وأوقات أقول لا أنا أكبر من كذا. إيش رأيكم؟ هل كان سبب الانفصال منطقي؟ كيف لازم أتصرف؟ وكيف تنصحوني أتصرف الآن؟ لأني أنا أبغى أرتبط فيها بس عشان أنا غلطت معاها وسويت علاقة، ما أبغى البنت تتضرر، لكن مشاعري ناحيتها بردت. وبكذا انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استمتعتوا.